ورجعنا لكم وبداية فقرتنا. الأهلي خط أحمر مستعد للثلاثيات؟ مستعد للثلاثيات. قبل الثلاثيات هنروح لمباراة منتخبنا. نقول أهلا بيك يا أهلا بيك يا أستاذ أسامة. هنفضل نرحب طول الحلقة بأهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. لازم يكون الدباجة دي موجودة. ماشي. طيب ماشي، أنت بتحب الجمهور جدا بس طبعًا. أنا برضه بحبه زيك. هنبدأ بمباراة منتخبنا قبل ما نروح لأحداث الباسكت اللي كتير منكم مستنين هنقول فيها إيه، والناس كانت بتبعت لنا قبل الحلقة، وإن شاء الله هنتكلم فيها نوضح لكم كل حاجة. ولكن في البداية مباراة المنتخب يا أسامة، فوز مهم جدا. المنتخب حقق اللي هو عايزه، تباين الأداء بين المباراة بتاعة كينيا والمباراة بتاعة جزر القمر، ولكن في النهاية أنت حققت اللي أنت عايزه من التصفيات، وقدرت تحقق أهدافك، وقدر منتخبنا يصعد في الصدارة، وده شيء مهم جدا على الأقل في المرحلة دي، لحد ما على الوقت الأطول نقدر نظبط شوية حاجات في المنتخب مش وقت الكلام فيها فنيا دلوقتي. خلينا نقول إن أهم مكتسب النهاردة من مباراة منتخب مصر هي فكرة مصالحة الجماهير، إن اللعيبة قدرت خلال شوط أول، هو يعتبر أفضل شوط تحت قيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري، وطبعا نتيجة المباراة أيا كانت النتيجة كان منتخب مصر حسم التأهل من المباراة السابقة، فبالتالي بعد يعني إحباطات من الأداء أعتقد أداء المنتخب كان بشكل مثالي جدا وشكل متزن، وجماهير الكرة المصرية عجبها الأداء، وده اللي احنا بنتكلم فيه، إن الناس لما بتنتقد في بعض الأوقات إن الأداء مش على المستوى، لازم المسؤول يتقبل ده فارس عشان بعد كده نشيد بالأداء الجاي. دايما يا أسامة الجمهور بتاع الكرة وبتاع المنتخب تحديدا بيكون عايز يشوف المنتخب، منتظر نجوم محترفين، منتظر لعيبة من الأهلي، لعيبة من الزمالك، فبيعتمد ان هو هيشوف افضل كواليتي اللاعبين داخل الملعب. ولكن لو بجد هنتكلم عن لاعبين قدوا ما عليهم، طبعا كل الشكر لكل اللاعبين بلا استثناء، ولكن لو بنتكلم عن لاعبين فعلا كانوا بيصنعوا الفارق في المنتخب، نقدر كمان نروح للاعيبه النادي الاهلي ونشوف. انت لما بتيجي تقيس لاعيبه المنتخبات دايما بتعمل حسابك ان الفريق اللي بيضم لعيبه من المنتخبات مؤثرين بيكون السكواد بتاعه قوي جدا. عايزين نقول مفارقه يمكن نحولها المسابقه، تدوروا معانا وحد يقول لنا اخر منتخب جاب 8 اهداف، الثمان اهداف شارك فيهم لاعبين من فريق واحد. ايوه، المنتخب المصري اخر 8 اهداف ليه شارك في الثمان اهداف ساهم فيهم لاعبين من النادي الاهلي. مهم جدا كمشجع اهلاوي تشوف الكواليتي اللي بقى عندك من النادي الاهلي. احنا بنتكلم عن مباراه توجو ثلاثيه، التلات اهداف قفشه سجل، شريف سجل، وايمن اشرف صنع لتريزيجيه. هنروح لمباراه كينيا، قفشه سجل. هنيجي للمباراه الرباعيه امام جزر القمر، عندنا قفشه صنع تلات اهداف ومحمد شريف سجل هدف. بنتكلم في تمن اهداف وشريف من اخر تمن اهداف بالظبط، لاعبي الاهلي مساهمين فيهم رقم مميز جدا خاصه جداً. كمان يا فارس ان لاعبي النادي الاهلي اللي بنتكلم عنهم طبعا محمد شريف او محمد مجدي قفشه، يعني حديثي العهد بالمنتخب ومشوارهم الدولي لسه في اوله، ويمكن احنا قلنا هنا من شهرين تقريبا، وكنت بوجه رساله لمحمد شريف، كنت بقول له ركز في الملعب هتكون ان شاء الله مهاجم مصر الاول. محمد شريف عنده امكانيات هائله، كل الدعم لمحمد شريف وطبعا كل الدعم لمجدي قفش. لما نشوف يا فارس اخر ثلاث ماتشات لمحمد شريف مساهم في ثلاث اهداف، سجل هدفين وصنع هدف لمحمد صلاح. يمكن بعض الناس على زي ما حضراتكم شايفين ثلاث مباريات سجل هدفين وصنع هدف محمد شريف، ويمكن البعض اتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي ان صلاح في حاله التسجيل الهدفين محتاج شريف يعمل له الاسيست هو مجدي قفشه. انت هتزعل جمهور ليفربول مننا، واحنا عايزينهم دايما يتالقوا ودايما يادوا بالمستوى ده. طبعا يا اسامه هنا احنا تحديدا قفشه ساهم في 5 اهداف في اخر 3 مباريات، ولكن احنا هنا تحديدا يا اسامه كان لنا دور مع قفشه سعداء بيه، اتكلمنا بتاثير اللاعب، فكرة اللاعب عايش على ظلال القضية نسفناها تماما، واللاعب بيرد في الملعب. وأتمنى لا إن شاء الله إذا كان بقى بنعتبر كل دي قاضية من محمد مجدي قفشة بتوابع بالظبط. بالحقيقة محمد مجدي قفشة أيضا عنده رقم فريد اللي هو 5 أهداف خارج الملعب سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر،
وده رقم مميز لمحمد مجدي قفشه. الهلال السوداني فيتا كلوب الوداد المغربي في نصف النهائي، وكذلك مع منتخب مصر توجو وكينيا. اعتقد محمد مجدي قفشه بيقدم موسم استثنائي سواء على مستوى النادي الاهلي او على مستوى منتخب مصر. اعتقد اتكلمنا عن محمد مجدي قفشه كتير ويستحق الاشاده، افضل لاعب في اخر جولتين في دوري ابطال افريقيا. الاهم كمان ان محمد مجدي قفشه بقى عنده قدره على الاستخلاص والضغط في المناطق الاماميه، لو اشتغل عليها اكتر هيكون فارق جدا 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 سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. واعتقد شفنا ده في الهدف اللي صنعه بسهوله ويسر لمحمد شريف. اعتقد يا فارس كل التوفيق لمنتخب مصر، نتمنى اداء الشوط الاول ان هو يكون ده الاداء الفعلي لمنتخب مصر، وان كلنا طبعا سواء اهلاويه او زملكاويه في النهايه كلنا نتمنى ان منتخب مصر يكون منتخب يليق بوضعه ضمن افضل 100 منتخب في العالم، ترتيبه 30 من حيث القيمه التسويقيه، فبالتالي المفترض ان انت تكون اقوى منافس على دوري على بطوله امم افريقيا. طبعا وان كان رقم 30 من حيث القيمه التسويقيه مرتبط بمحمد صلاح اكتر منه الافريج بتاع اللاعبين، ولكن لازم نذكر الجمهورنا بقى بمباريات النادي الاهلي المقبل عليها عشان خاطر نبدا نفكر الجمهور بالمباريات الهامه جدا اللي راجعين عليها. ابريل عندنا 8 مباريات، ضد المريخ 3 ابريل، سيمبا 9 ابريل، والنصر في كاس مصر 14 ابريل، ضد الزمالك 18 ابريل، مباراه هتكون مهمه جدا، ضد سموحه في 21 ابريل، انبي 24 ابريل، والمصري 27 ابريل، والجونه 30 ابريل، 8 مباريات في شهر، ويعني نقدر نقول اجنده الاهلي مزدحمه جدا يا اسامه، وجزء كبير جدا جدا من حسم ترتيبك في مجموعه افريقيا او من حسم الدوري في رايي هيكون في شهر ابريل. 8 مباريات في شهر، منهم كمان سفريه للسودان خارج الحدود، فبالتالي يعني كان الله في عون لاعبي النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله ان نخرج من شهر ابريل بثمان انتصارات باذن الله. هدفنا الاول هو فكره تصدر المجموعه، عندنا ماتش المريخ ثم سيمبا، ثم بعد ذلك عندنا مباريات قويه سواء في كاس مصر ثم الدوري العام، حتى بين مباراتي القمه النادي الاهلي هيكون مضغوط اكتر من الزمالك، هيلعب 6 مباريات في حين ان الزمالك هيلعب 5 مباريات فقط لا غير، لكن كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله الاهلي قادر وباذن الله نحقق الثمان انتصارات في شهر ابريل.